في القارة السمراء من أجل تأكيد أحقيتهم وتأكيد جدارتهم وتأكيد أيضا قدراتهم، خاصة وأن أغلبيتهم يشارك هذه من حوالي 40 متر. أو غلام، واو غلام، وأول تسديدة وأول صد من دارين كيت. الوقت منذ ربع قرن الجزائر لم تفز بكأس أمم إفريقيا. طبعا سابق لأوان الحديث عن التتويج، الجزائريون يتحدثون عن التأهل للدور النصف النهائي. كرة خطيرة بالرأس، أوه مرة ثانية يصدها الحارس دارين كيت. يبدو أنه تهتم به كثيرا الاهتمام في لعبة كرة القدم وفي الحياة. خطيرة خطيرة خطيرة. الرياض محرز يرجع لياسين، ياسين مع سفيان، ياسين ياسين وبين أحضان الحارس، ياسين مرة أخرى وبين أحضان الحارس. الكلام من هناك فوزي ملام، التوزيع من فوزي ليستلم كان يستلم وياسين أيضا كانت تباغة المنتخب الجزائري حتى انه لم يكن نعم لمسها الرئيس، الكره لم يكن يتوقعها. شوف سرعه من طرف اليمنى، يوزع باليسرى خطيره بالراس، ولا لا يا عيسى بالراس، وصلت مباشره للمدافع عن كونغو. من هناك رياض محرز، رياض محرز يواصل، رياض محرز باليمنى باليسرى. حذاري يحليش خلفك، حذاري يحليش خلفك لصالح عناصر منتخب جنوب افريقيا. تلعب الكرة البينية، رئيس يا رئيس يا رئيس، ينقذ المنتخب الجزائري مرة ثانية. ماذا يحدث في دفاع الخضر؟ ماذا الذي يحدث يا رئيس؟ فرص للتهديف لمنتخب جنوب افريقيا. محرز نعم صفر الحكم نهايه الشوط الاول ونهايه هذه الهجمه للمنتخب الجزائري بالتعادل السلبي بين المنتخبين. شوط اوان الحديث عن الجانب البدني، كنت اقول بانه خيار تكتيكي انه المدرب اختار انه يدخل بهذا الرتم المباراه. لك يا سمبلحي، حذاري من الكرات الخارجه يا رئيس، حذاري يا رئيس من هذه الكره مرفوعه بشكل رائع بالراس. كرة صعبة لمنتخب جنوب افريقيا من هناك على الجهة اليسرى، البحث عن الخطير رونتي. اوب 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 رائع. جول 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 من اروع ما يكون. نعم نعم من اروع ما يكون هذا الهدف، يجب ان نقولها لمنتخب جنوب افريقيا. الهدف كان فلا توسو فلا، يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب جنوب افريقيا. هل كان عليكم ان تنتظروا حتى تتلقوا هدفا بهذا الشكل في منتهى الروعة حتى تستفيقوا؟ يجب أن تستفيقوا، الهدف كان فعلا رائع لمنتخب جنوب إفريقيا. يا سلام، نعم هدف رائع ومستحق في منتهى الروعة بعد 6 دقائق لعب. منتخب جنوب إفريقيا متفوق على الجزائر بهدف لصفر. قلنا بأن الكرة في إفريقيا مختلفة تماما عنها، الكرة في تجمعات هكذا مختلفة تماما. ليس هناك أي شيء، أنت يا فوز يا غلام. التغطية من رفيق حليش، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء يقول حكم المباراة لمنتخب جنوب إفريقيا. راسحة، التنفيذ من رونتي ويضيعها. يا سلام رونتي ضيعها، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ محترم اليوم اصلا جنوب افريقيا محترمه، ولكن اليوم يلعب مباراه كبيره. عايز تملي من هناك على اليوم، من الحكم لم يقل شيئا. اوبا با با با. يا بابا جول، يا اسلام، على طريقه ما جار الكره هذه بالعقب من اسلام. المنتخب جنوب افريقيا شوف وحده يلعب كما يشاء، شوف 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 شوف, شوف. كما يشاء يفعل ما يشاء. مجاني، ما زالت الخطوره دائما. اوب 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 اوب. يا سلام، معاناتهم في هذه الكره صعبه لمنتخب جنوب افريقيا وفي الشباك الصغيره. نعم ممكن هذا هو الحل. فوزي غلام مع ياسين ابراهيمي، توصل لياسين، ياسين يرفع كره، جول جول بنيران صديقه.
صديق المنتخب الجزائري يعدل النتيجة ياسين. هدف التعادل في ظروف صعبة يا سلام، هدف التعادل في ظروف لم نشهدها من زمان يا سلام، هدف التعادل الذي يعيد المنتخب إلى المباراة يا سلام، هدف التعادل الذي يعيد الخضر إلى المباراة في ظروف صعبة وصعبة وصعبة جدا. فوز الطوال القامة يفوزون في الكرة، ممكن أنك ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في هذه الشوارع؟ شوارع وطيدير، سفيان لطيدير، طيدير يسدد وجانبية. هيلة من تلعب الكرة مرفوعة ناحية يسلم، كادت بعيدة تماما يا سفيان، راحت لفوزي غلام على الجهة اليسرى، فوزي يبحث عن المراوغة يمر، فوزي يمر، فوزي جول 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 جول، فعلا فوزي يا سلام، جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول من أعماق الجراح يعود المنتخب، من معاناته يعود المنتخب ويسجل هدف ثاني يا سلام. فعلا بالقوة والإرادة اللازمتين فوزي، استلم وتوغل ودخل وسدد وسجل، جول ثاني لفوزي غلام وللمنتخب الجزائري في أحلك الصعود في الظروف وهي في أصعب الظروف، يتمكن المنتخب الجزائري من العودة والفوز والتفوق بهدفين مقابل هدف واحد. يا سلام عليك يا فوزي، يا سلام يا رضعت لك يا سفير ومن طالب في الاسترجاع. هاي الكره يلعب يا اسلام، اسلام جول 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 جول، الله اكبر يا اسلام، الثالث يا اسلام، صارت النتيجه 3-1 يا اسلام، ما هذا العجب؟ من ناحم المعاناه خرج الجزائريون، كانوا منهزمين وصاروا متفوقين بالثلاثة في واحدة من أسوأ مبارياتهم. نعم أقول وأكرر، واحدة من أسوأ مبارياتكم تفوزون بالثلاثة، فما بالك عندما تكونون في أحسن أحوالكم. الثلاثة بالثلاثة بالثلاثة، إسلام سليماني يسجل الثالث يا سلام. في الكرة العالية ساعدهم، في الكرة العالية يا إسحاق ويا إسلام، وسدت كرة على الجهة اليمنى، كرة مرفوعة، هيلة لرئيس، هيلة لرئيس، هيلة لرئيس، الرئيس يخرجها من هناك للركنية مرة ثانية. مش معقول أنه فريق سيء يفوز ب3-1 على جنوب إفريقيا، ولكن سيء مقارنة بقدراته. برافو، ألف مبروك للمنتخب الجزائري على هذا.